أقسم بالله العلي العظيم، أقسم بالله العلي العظيم، أن أكون الخادم الوفي لبلدي، أن أكون الخادم الوفي لبلدي، أن أخلد تقاليد شهدائنا الأمجاد، أن أخلد تقاليد شهدائنا الأمجاد، أن أحترم القوانين والنظم، أن أحترم القوانين والنظم، أن أكون صالحا في سلوكي، أن أكون صالحا في سلوكي، أن أحافظ على الأسرار التي أتعرف عليها، أن أحافظ على الأسرار التي أتعرف عليها، أثناء القيام بوظائفي، أثناء القيام بوظائفي، وأن أصون المصالح العليا للأمة، وأن أصون المصالح العليا للأمة في كل الظروف، في كل الظروف. أكاديمية، أرح. أعد. تسليم الشهادات وتقليد الرتب. يا ديان دير. أكاديمية، أعرف. المتفوق الأول من دورة الماستر، الملازم الأول يوسف أحمد. حاضر. يسلمه الشهادة السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني. الملازم الأول يوسف أحمد، دورة الماستر. المتفوق الأول من التكوين الجامعي، الطالب الضابط العامل زيان بوزيان وائل. حاضر. يقلده الرتبة ويسلمه سيف الأكاديمية السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني. طالب ضابط عامل زيان بوزيان وائل، تخصص ميكانيك طاقوية،